عندما يقول في سفر التثنية 20:16: أما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك فلا تستبق منهم نسمة ما. الرب يأمر بقتل كل أحد. هل الرب يأمر بقتل كل أحد؟ أقول لا. صموئيل الأول 15:2 هكذا يقول رب الجنود، نسمع ماذا يقول رب الجنود: فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا تعف عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا. لا يصدر هذا عن الله يا أخي، أو هل يصدر هذا عن الله؟ طفلا ورضيعا، بقرا وغنما، جملا وحمارا. يأمر بقتل النساء والأطفال. تجازى السامرة لأنها تمردت على إلهها، بالسيف يسقطون، تحطم أطفالهم والحوامل تشق. الرب يأمر بهذا؟ عندما تكلم الله وطلب أن يحرم المدينة بكاملها، فقال إن الله قاصر، حرم ذكر وأنثى، شيخ ورضيع، حمار وبقر. قال هل هذا هو الله؟ الدينونة، الدينونة. غضب الله معلا من السماء على جميع فجور الناس وأسامهم. رومية 1:18. في وقت للدينونة، في وقت لإعطاء الفرص. بصحاح لفضيلة الشيخ يقول كده: إن أردنا إهلاك قرية فأمرنا مترفيها، فعملوا إيه؟ من اللي أمر بالفسق هنا؟ الله. فأمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فجاز عليها وحق عليها فدمرناها تدميرا. سؤال: لما الله يريد أن يدمر قرية يعمل إيه؟ يأمر. ولما يؤمر الناس دي يبطلوا ايه؟ يعيشوا في 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 طرف، يعيشوا في فسق، فيبتدي الله يدمر هذه القرية بما فيها، كل بريء وغير بريء. جناب القس يقول: أمرنا مترفيها، كمل من عنده: أمرنا مترفيها بالمعصية. وهذه غير موجودة في القرآن. القرآن يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. فماذا حصل؟ ففسقوا فيها. هو لا يعرف معنى الفسق. الفسق هو الخروج عن طاعة الله. فسقت الرطبة أي خرجت عن طاعة الله. أرجو أن تراجع هذه المسألة في كتاب تنزيه القرآن الكريم. فالله أمرهم ففسقوا، يعني فخرجوا عن أمر الله. معناته بماذا أمرهم الله؟ أمرهم بالطاعة ففسقوا، يعني خرجوا عن طاعة الله. ولا يصح أن نقول أمرهم بالمعصية فخرجوا عن طاعة الله. لو خرجوا عن طاعة الله والله أمرهم بالمعصية لكان هذا ممدحة لهم. اسمع إلى قول الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟